अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें अपने घर में बुलाया, हमें उम्रे का परमिट मिला, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उम्रा अदा किया अल्लाह के फजल करम से। यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ और हम रियाद से निकले मक्का की तरफ। अब मीकात में जाके मुलाकात होती है। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك तो यहाँ पे देखें हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मीकात पे पहुँचे। वहाँ पे हमने वज़ू किया, फिर हम मक्का की तरफ रवाना हुए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ميقات پہ ہم نے احرام پہنا اور الحمدللہ ہمیں فجر کی نماز بھی میقات پہ ملی۔ احرام پہن کے پھر ہم مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك یہاں سے مکہ کی حدود سٹارٹ ہو گئی ہے. الحمدللہ ہمارا سفر بہت اچھا رہا اور اب ہم اس حدود میں آ گئے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. یہ میں نے آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے کہ ہم کن کن مراحل سے گزر کے ہم نے عمرہ ادا کیا ہے. جیسا کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ COVID-19 کی وجہ سے بچے الاؤ نہیں تھے, تو ہم نے اپنے بچوں کے بغیر عمرہ کیا ہے. میں نے اور میرے ہسبینڈ نے عمرہ کیا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. کافی ٹائم سے ہم یہ منظر دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی اور ہمیں اپنے گھر میں بلایا. الحمدللہ ہم نے اللہ کے گھر کا دیدار کیا اور آپ سب کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دیں کہ سب اللہ کے گھر جائیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ہم نے بہت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت کروائیں، عمرہ کروائیں، اور جس جس کی جو بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں اور اس کرونا کو ہماری دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك